أوكي، مقطع الأسئلة المنتظر وأخيراً. سؤال من QI مريم، كيف فتحت القناة؟ يوم كنت صغيرة وكنت أتابع اليوتيوبرز العرب حق ماينكرافت أيام كذا 2012-13، كنت متحمسة وأنا أشوفهم وأنبسط، فأنا صغيرة فكرت أسوي مثلهم، فتحت قناتي بعام 2013 ومن يومها قمت أنزل أي شيء، أي شروحات أشوفها وأنزل أي حاجة. اسمك هنادي، صفك أول جامعة. سؤال من دوج 1-3، كيف حالك؟ تمام وأنتم؟ سؤال من عامر الكشاري، كيف أطور رسمي؟ صراحة تطوير رسمي يبغى له فيديو لحاله، لكن بحاول أعطي نقاط مختصرة: الاستمرار، عدم المقارنة، الإصرار، المراجع اللي هي الرفرنس إنه تشوف صورة وترسم منها، التشجيع، الأهداف، ويا يعني تقريبا مثل أي حلم ثاني، مثل أي موهبة ثانية. بس الله صدق حقك ده بيخلص فيديو ده بعد ترخي شوية. سؤال من هاتن، أتوقع كذا ينقري، إيش أكثر أسلوب رسم تحبيه؟ صراحة أساليب الرسم اللي أحبها كثير متنوعة، بس دائما أميل يا للأنمي أو للكرتوني، ما أدري، بحط صور كثيرة تشرح الأشياء اللي يمكن تجذبني، وصراحة كثير أشياء تجذبني يعني تغير مع الوقت، ما في حاجة ثابتة. بس إذا تقصد السؤال إيش أكثر أسلوب رسم أحب أرسم فيه، فجاوب أحب أرسم بالبسيط غالبا لأنه سهل علي. سؤال من فال بوي، إيش بيكون مستقبل القناة؟ مستقبل القناة صراحة يعني ما أدري، إن شاء الله تستمر القناة، وكل ما شفت إذا في تفاعل يزيد أو حاجة تزيد يعني يمكن أخذ القناة بجدية أكثر، بس حاليا قناة للمتعة والإفادة، ماني مخذتها جدية لأن اليوتيوب مو راضين يعطوني حتى فلوسي اللي قاعد 7 سنوات عشان أجيبها. باختصار القناة للمتعة صراحة. أمر كشالي، وليش سحبتي على المحتوى الأول؟ ليش سحبت المحتوى الأول؟ ما أدري هل تقصدون بداية قناتي هذه ولا قناتي الأولى؟ قناتي الأولى كانت جيمينج، وكنت وقتها أحب ماينكرافت أحب الألعاب، الحين صرت بس ألعب جنشن إمباكت وما ألعب ماينكرافت، وصعب يعني أنزل محتوى يومي أو حتى أسبوعي لأن اللعبة صراحة فارغة وبتكون مكررة، سو تغيير محتواي لأني انجذبت للرسم ونزلت الرسم وهذه القناة نجحت فاستمرت فيها. سؤال من love you إيموجيات قلب أسميكم حلوة، وإيش أكثر شخصية أنمي تحبينها؟ أكثر شخصية أنمي أحبها صراحة في أكثر من شخصية تجذبني، بحط صورهم مع أسامي الأنميات اللي مهتم فيهم، ويا هذا شخصيات كيوت عندي وكثير منهم يعني كل ما طالعهم أنبسط. كم عمرك؟ عمري راح يدخل 20 مع سنة جديدة. هل تطمحين أن أنت تسوين أنمي أو كرتون أو تفضلين الرسم لشيء ثاني مثلا تعبير عن مشاعرك وكذا؟ والله وأنا صغيرة كان طمحي أني أسوي قصة أو كرتون كامل، بس الحين عرفت أن الموضوع معقد أكثر وما أني تحطمت أو شيء، يعني هو الواحد يبي يحقق حلمه ويسوي حتى لو صعب، بس ما حسيت الشيء اللي أبيه. يمكن لو أسوي قصص صغيرة وقصص مصورة أو كوميكات أو اللي هو يمكن، بس حاليا ما في بالي أي قصة معينة، بس أحب أرسم عشان أطلع مشاعري وعشان متعة. سؤال من مينا ميسان، كم عمرك؟ جات من قبل. كيف قدرتي تلقين أسلوبك بالرسم؟ من التجارب، كل ما أشوف شيء يعجبني أجرب منه، شفت عن عجبتني أقلدها، شفت خشم يعجبني أقلد، وشفت تعجبني أقلد وأكمل، وشوفون ستايلي من الحين للحين قاعد أجرب ستايلات، يعني أنتوا تحسون عندي ستايل لكن الصراحة أنه لسه قاعد أتغير 24 ساعة، حتى بجيب لكم صورة نفس الشخصية مرسومة بمليون ستايل تقريبا بحدود سنة أو سنتين، يعني حتى مو فترة طويلة والفرق مش طبيعي. لونك المفضل؟ أحمر، أحب الألوان الدافية، أحمر، برتقالي، أصفر، ألوان مفضل عندي. تتابعي أنمي أو بس تحبين ترسمي شخصياتك بأسلوب أنمي؟ أتابع أنميات، ما أحب الأنميات الطويلة اللي فيها مثلا 100 حلقة أو شيء، إلا إذا كانت يمكن أنا نو مقسمة بشكل حلو. أكره الحلقات اللي تكون كلها فيلر، يعني حلقات فارغة ما فيها قصة، ما فيها تقدم القصة، ما أحبها. ويا أحب أرسم شخصيتي بأسلوب الأنمي، بس أشوف أسلوبي بسيط على أنمي مش أنمي أنمي. كيف تسممين شخصياتك؟ إلهام، أشوف شخصيات تعجبني أجمعها مع بعض وأخذ شيء من كل حالة تعجبني، دائما في إلهام بالموضوع، يعني ما في شخصية عندي إلا فيها إلهام من شيء معين. أخذت دورات رسم أو تعلمتي من دون مساعدة؟ ونب، تعلمت تماما من وحدي، شروحات يوتيوب، من التدرب، من الاستكشاف، من التجريب، ما حد علمني. إيش هو الرسام اللي نفسك توصلين لمستواه؟ ما عندي رسام معين لأنه يعني كل رسام يعجبني شيء معين منه، سو أجل بحط لكم الرسمات اللي ودي رسمي يصير زيها صراحة. إذا أحد أخذ أسلوب رسمك هل راح تعصبي أو هل راح تقول إنه هو ما قاعد يقلد كل شيء فيك، هو بس يقلد أسلوبك؟ على حسب، إذا في أحد قاعد حرفيا يعني ينسخ فوق رسمي هنا الموضوع فيه مشكلة، يعني إذا في أحد قاعد يأخذ إلهام ثقيل ما عندي مشكلة، أهم شيء إذا حط حقوقي إنه هذا الإلهام أو هذا الستايل أخذت مثلا إلهام من هذا الشخص. إذا بس أخذ كم شيء من ستايلي مثلا طريقة الألوان أو مثلا فقط العيون أو فقط طريقة تحريك شيء معين، هذا عادي يعني إنه شيء بسيط ما يهمني. وبس هذه أسئلتي، أتمنى تجاوبين، شكرا على أسئلتكم الحلوة. لانا 811، لانا الجميلة. أهم 1، أنت تسمين الشوكولاتة شوكولاتة ولا شوكليت ولا شوكولاتة؟ أنا أسميه كاكاو والله أسمي الشوكولاتة لانا،
ليه الناس تكره الطماط؟ والله حتى انا كنت اكره الطماط، بس شكله شهي، بس طعمه غريب، بس حلو. مدري انا اتذوق. لو امتلكتي العالم وتقدر تتحكمين فيه لمدة يوم واحد بس، وش بتسوين؟ بخلي كل الناس الحلوين يعطوني بهقات. بجيب سؤال من تحت الارض. وش كان بيصير لو التفاحة ما طاحت على راس نيوتن؟ الحقيقة ان التفاحة ما طاحت على راس نيوتن، هو بس اخذ فكرة لما شافها تطيح من الشجرة، سو ما حيتغير شيء. ويرب اليوتيوب ما يحذف تعليقي. ما حيحذف تعليقك اليوتيوب، بس اذا صار فيه سبام او روابط راح يحذف تعليق. شكرا اسئلتك الحلوة. ريماكس ولفي، هذا ريما. ايش الكمفورت كاركتر لك؟ شخصية تريحك او تحسك بفرح والامان؟ بعض شخصياتي الخيالية اللي انا مسويتهم زي تيكي او القرش حق الدمية بوبلز من شخصيات الكمفورت كاركتر عندي، بس ايضا في شخصيات تانية بس من فترة وفترة يتغير او ما يصيرون يعني relevant او ما يصيرون حديثين، يعني حس خلاص الشخصية قديمة ما صارت مشاعري موجودة، ما صارت احس بالكمفورت لانها قديمة، لكن احبها من الحين. اسئلة من تيبر. واحد، هل تخافين من الاشباح والارواح المسكونة وهل تؤمنين بها؟ ما اؤمن بالاشباح ولا الأرواح المسكونة، ما أؤمن بهذه الأشياء، فلو حاسد بأي شيء بس أتعوذ وخلاص وأكمل نوم يعني، ولا أي مكان أنا فيه. هل عندك شخصة تعتبريه توأم روحك؟ يس، أغلب أصدقائي أعتبرهم توأم روحي. هل تحبي أن تكون عندك قدرة تخليك تختفي؟ يس، هذه القوة اللي أتمناها صراحة، ودي أختفي أحيانا. الاختفاء من الأشياء اللي فيها. إذا إيه، إيش تسوين إذا صرتي غير مرئية؟ وإذا لا، شنو القدرة الثانية اللي تردينها؟ إيش بسوي إذا صرت غير مرئية؟ باخذ كل الوقت اللي احتاجه وبسوي كل اللي ابيه وما حد يقدر يقول لي حاجة، يعني مو اني بسوي شيء مثلا شيء غلط، بس احيانا ابي اكون خفية. لو قوة ثانية، يمكن اتمنى اني اقدر اوقف الزمن، لان احيانا احتاج وقت اطول ودي انجز اشياء اكثر، فاحس زاد عندي الوقت حق اسوي اشياء اكثر. هل سبق لك ان دخلتي بشجار جاد بالمدرسة؟ قد مرة تضاربت مع واحدة بالابتدائي ومسكتها كذا، توقع من شعرها وهي مسكتني من شعرها، كله عشان كانت قاعدة تنقل بنت رقم التلفون حق البيت، وانا قلت لها لا تعطينا احد رقم التلفون. كنت خايفة امي تخصمني، بس كانت بضربة بريال وكنت ابتدائي، سو ما يهم. سؤال من وارث، صح يا وارث. ما هو سبب التنزيل المتاخر والملخبط بالقناة؟ السبب الاول ان هذا القناة للمتعة، ما في اي شيء جاء في الموضوع، فانزل وقت ما ارتاح وقت ما افضى. ثاني حاجة عندي جامعة وعندي اشياء بالحياة يعني، وعندي يعني حاجات اسويها، ما ماني فاضي زي وانا صغيرة. ثالث حاجة الرسم والانيميشن ياخذ وقت طويل، يعني الانيميشن اللي شفتوه حقت واشنج ماشين، هذا الانيميشن اخذ مني اسبوع لاسبوعين، ما كنت اشتغل يوميا لكن اخذ مني وقت كثير. سؤال من برو اوتاكو، وش افضل انمي تابعتيه من ناحية الرسم؟ من ناحية الرسم صراحة ما افتكر الحين، بس من الذاكرة فايلت اوفر جاردن من الانميات اللي رسمها دائما مرة رهيب. في بعد انميات ثانية براسي ما ادري مني متذكرها، اجين بحط على الشاشة الاشياء اللي اتذكرها ما تخلص. سؤال من الجاسي جيمر، من ساعدك في تطوير قناتك غير اهلك؟ اهلي اوكي، يعني اهلي كانوا ايجابيين على الموضوع وقالوا لي سوي واستكشفي، لكن ما كان في تشجيع لما اوريهم حاجات ما هو جوهم او ما يفهمون، سو ما حتشجعني ريلي غير اصحابي والناس اللي بنترد نفسهم، ويعني انا اشجع نفسي، يب شجع نفسك، اتس اوكي. شلون ترسمين زي كذا ما شاء الله؟ شكرا. والله ما ادري كذا، بس سكت القلم وارسم يعني. طبعا ما تدريب ومن الوقت الكثير وانا ارسم، يعني زي تقولين كيف الاحد كيف تطبخين كذا، لاني طبخت كثير فعرفت كيف اطبخ صح، فعرفت كيف اطبخ الرسمه. اي دنا ما اعرف كيف اجاوب السؤال. انا ترى رسمه رسمتين ذوليك السنه كلهم طلعوا، كلهم كاتبه فيهم عمري 11 وبي اي لاف يو. سؤال من روايات احمد، سؤالي كيف تسوي انيميشن؟ هذا يبغى له فيديو لحاله لانه ما اقدر اجاوب بكلام. السؤال الثاني، اعتقد اكثر عمل اثر على رسمك هو مالتي بوني، صح؟ يس، مالتي بوني من اول الاشياء اللي قمت ارسمها، وكنت برسم المهور قبل ما ارسم البشر، لكن لسبب ما قلت خليني اتعلم البشر احسن. وحين احس ان رسمك عباره عن كل اعمال اللي شفتيها. يب صحيح. وهل من الممكن اسوي قصه؟ ممكن، بس مش شيء بيكون يعني قريب. وعن وش راح تتكلم القصه؟ ما ادري، لما تجي القصه تعرفون. وهل راح تكون قصتك كوميديه لطيفه ام جديه عميقه؟ صراحه احب الجزئين، احب العمق واحب الكوميديا، سو لو سويت قصه راح يكون فيها الاثنين. وهل تقدري تعرفي الفن بكم كلمه؟ وصف المشاعر بطريقه يمكن نوصفها بالكلمات اي جس كذا. وهل تشوفي ان اذا سويتي عمل راح يكون فاشل ام ناجح؟ عمل باي طريقه، يعني قصه ولا انيميشن ولا لو ما اشوف انه راح يكون فاشل، بس بنفس الوقت ما اشوف انه راح يكون افضل شيء سويته، دائما اقدر اسوي افضل مع الوقت سويها. وهل انت تشوفي مستواك الكتابي جيد حتى تسوي قصه؟ بس مستواي الكتابي اتوقع انه مستوى طبيعي جدا عادي، ما اتوقع انه يعني مستواي متطور او شيء، لاني ما اكتب دائما.
توقع مستواي عادي، بس إذا تطور مستواي بالكتابة وقتها بسبب قصص سوية. شكرا الأسئلة. سايفر أنيميشن، مين اللي شجعك على تتعلم الرسم؟ ما حد. أمزحك. اللي شجعني أتعلم الرسم صراحة الأصحاب، أصدقاء الإنترنت خاصة، وبعد في ناس بالمدرسة شجعوني. الأهل صراحة الأهل ما كانوا مرة تشجيع، يعني أفتكر أنا صغيرة كنت أوريهم يا يصححوا لي أغلاطي من دون أي مدح، أو يا يعني يتريقون على رسمي. So yeah, you know, نكمل whoever whatever who cares. سؤال من أمرة، أتوقع كذا أمرة، إيش تنصحين اللي اختفى طموحهم من الرسم؟ الطموح والشغف، يا الله أبي أسوي مقطع كامل على هذه السالفة، بس بحاول أعطيكم مرة ثانية الجواب باختصار. أوكي، أول حاجة الطموح أو الشغف هو له أكثر من سبب. وجود الشغف نفسه والطموح يتكون من البيئة اللي حوالينك، التشجيع اللي يجيك، المتوقعات، التعبير عن المشاعر أو عن الأفكار، والشعور بالإنجاز. فمثلاً نجيب مثال على التوقعات لأنه أكثر مثال يعني بالنسبة لي مهم. دائما لما إحنا مثلا نحط بالنا شيء، هذا ينطبق طبعا على أي شغف وعلى شيء، على الرسم، على المذاكرة، على القراءة، على أي شيء بالحياة، أي شيء نحط توقع إنه مثلا اليوم برسم رأس مثلا يعني، وبكرة راح أرسم جسم كامل. فلاحظوا إنه هنا نطة يعني كبيرة. مثلا خلينا نقول أنا شخص مبتدئ ولا مرة رسمت جسم بحياتي، بس عارف أرسم رأس، رسمت الرأس ضبط معي انبسط، فصارت توقعاتي بكرة إني راح أرسم الجسم وراح أضبطه على طول. جاء اليوم الثاني رسمت الجسم وفشلت فشل يعني كبير، ما عرفت اضبط الجسم، فايش راح يصير لي؟ راح اتحطم، ما وصلت لتوقعاتي. فهذا اكبر غلط، ان احنا نحط توقعات عاليه ومرتفعه خياليه، نتحمس يعني بطريقه مش كويسه لنا، يعني دائما التوقعات العاليه ما تجيب نتائج حلوه. ففي مصطلح المفروض الكل يعرفه يعني، اللي هو المعايير. التوقعات والمعايير متعاكسين دائما، التوقعات منخفضه والمعايير مرتفعه، بمعنى نتوقع القليل ونجتهد لنجيب الأكثر. فمثلاً أنا متوقعة أني بس راح أعرف أرسم بداية الجسم، لكني معياري أني أحاول أرسم الجسم كامل، فأنا بكرة أجي أرسم الجسم ما أنجح فيه كله، لكن مثلاً أضبط الأصابع، مثلاً أضبط الأكتاف، أنبسط فيها لأنه توقعاتي كانت قليلة لكن معياري كانت مرتفعة، فاجتهدت وضبط شيء لكن ما كسرت، ما تحطمت أو ما كسرت توقعاتي. فخلونا نحاول كلنا نسوي كذا، أنا صراحة أحسن بكثير. سؤال من بني، ايش هي الانميات المفضلة عندك وهل تابعتي انمي جوجو؟ ما تابعت انمي جوجو. انميات المفضلة عندي عشاشة. 2، هل بتسوي فيديوهات قصص صارت لك او سواليف؟ ودي اكمل انه اسوي فيديوهات فيها احكي قصص وسواليف، بس المشكلة اني انا واحدة ذاكرتي مرة تخوني، مرة انسى بسرعة، واحيانا انسى يعني تفاصيل كثير في القصة، فالقصة تصير مرة قصيرة او تصير حتى ناقصة، مش شكلها يعني غريب. يعني حتى استغربت يوم ناس قالوا لي على القصة انه ايوه صدقناك على اساس انه قصة كذا، ما انا حرفيا صارت لي يعني، وماني فخورة بالقصة لأن كانت يعني خطر وهبالة. فما أدري إذا صار لي موقف حلو ولا ذكرت قصة بقولها، بس لين ما مخي يرجع لي ما عندي قصص كثير. سؤال من Youth Power Plus، هنادي سؤالي هو، أخوي الكبير بيتعلم رسم من بداية، إيش تنصحيه؟ من وين يبدأ يتعلم؟ أنصح أخوك يبدأ بشروحات اليوتيوب، أو مثلاً يمسك صور ويرسم منها، بس مو صور يعني لا يمسك صور بشر حقيقيين، لا يمسك صور حق أحد راسم البشر بطريقة بسيطة. يعني بحط لكم مثال، هذا مثلا الانسان الحقيقي، الحين الانسان صوره صعبه نرسم فيها، لو انا ما عندي اي خبره بالرسم راح يكون صعب الوضع، فخذ احد راسم هذه الرسمه لكن مو يعني نفسها لا، بس بطريقه مبسطه، لازم تبدا من تحت لفوق، فنبدا بالاشياء البسيطه ويرتفع، يشوف شروحات يوتيوب ما شاء الله ما يقصر الناس، وحاولوا يعني لما يتعلم الرسم ياخذ كل شيء بالطريقه البسيطه اول، يعني لما يجي يرسم عين لا يرسم عين على طول معقده، يبدا اول حاجه بالاساسيات العين، بعدين حبه حبه يتعقد، لا ينط على طول التعقيد عشان ما يحطم نفسه، عشان كمان ما يعني يتعب نفسه لأنه يمكن ما يكون مناسب هالطريقة، وكل واحد له طريقته الخاصة، فأجرب أكثر من شيء. طيب أنصح بالمراجع، أنصح بالفيديوهات والاستمرار يوميا أو أسبوعيا. هل بتسوي مستقبلا سلسلة بسيطة عن تعليم الرسم البسيط أو لا؟ صراحة ودي أسوي شروحات رسم، لكن أنا ما عندي معرفة بأساسيات الرسم، فلما أشرح الرسم راح أشرح الرسم كأني من الوسط، يعني كأنه أحد فتح قصة بعد شرح القصة من الوسط، لأني أنا ما أعرف البداية، أنا فقط بنيت البداية من يعني طريقتي الخاصة وبدأت أرسم، فلما أشرح لكم الرسم راح أشرح لكم الرسم من الوسط، فيمكن هذا الشيء يلخبط الكثير حتى يعرقلهم. فيمكن أسوي فيديوهات تعطي نصائح للرسم مش تعليم الرسم بحد ذاته، فنجي في مستقبل اشي ورينا. احبك موت، هلا من الجزائر، اهلا فيك، لافيتا. سؤال من سارة فرج القحطاني، تعبت وانا اقول هنادي مبدعة يا ربي. شكرا.
أسأل هو، هل أنت كنت في بداية تقارن نفسك بالرسامين الموهوبين؟ إيس، كنت أقارن نفسي بالموهوب واللي مو موهوب والمشهور واللي مو مشهور، كنت أقارن نفسي بالرايح واللي جاي. لو شخص عنده 10 متابعين وأنا عندي 1000 ورسم حاجة واحدة أحسن مني كنت أقارن نفسي فيه، فكانت عادة مرة مرة سيئة ما استفدت منها ولا شيء. سو لا تقارن نفسكم بأي أحد حتى فيني، صدقني ما يوريك ما يوديكم ولا مكان. يعني أنا نجحت أنا فشلت ما حيغير هذا الشيء مستواكم ونجاحكم، كل واحد لازم يقارن نفسه بنفسه القديمة. السؤال الثاني، هل أول ما سويتي قناة كانت البداية صعبة ولا سهلة؟ وهل كنتي تخافين من التعليقات السلبية على أسلوب رسمك؟ أول ما سويت القناة ما أشوف إنه كانت صعبة، لأنه كنت قاعدة أستمتع. فأنا أوكي كنت أتمنى إنه يكون عندي متابعين وقتها، وكان صعب إنه يجيب متابعين ومشاهدات، يعني كانت مشاهداتي ما تتعدى 100 أو 50، لكن كان ممتع الموضوع. حتى لو كان في تعليقين 3 كنت أستمتع صراحة، بس كان صعب جد المتابعين في البداية، فيا هذا الشيء كان صعب. هل كنت أخاف من التعليقات السلبية؟ يس، في بداية قناتي كنت مرة أتحسس من التعليقات السلبية ومرة أتعذى. الحين كل ما شفت تعليق سلبي صراحة أفطس ضحك، ولما أسوي بث شفت سلايك أفطس ضحك مرة. لأني أنا أعرف إن لما حد يحط تعليق سلبي الحين أفهم إنه هو مو شرط إنه هذا الشخص، يعني بغض النظر لو كلامه صح أو غلط، يضحك لما يجي شخص يهجم ويتهجم كذا. فأحس إنه هذا الشيء شخص فيني شيء، يومه ما كان كويس، هو مقهور، هو حاسدني، هو غيران، إلى آخره من الأشياء. فهذا الشيء خلاني أضحك، فيعني صراحة ما يفرق معي لو أحد يعني كتب أكثر تعليق كاره بالحياة في زر اسمه مسح وكذا، يعني ما فرقت. وبس أتمنى تجاوبي يا فنانة. Thank you، أنت الفنانة. سؤال من نبا، توقع كذا إنجلي. سؤالي، ليش مو مسوين لايك وسبسكرايب؟ صح كلامها، سؤال جميل. ليش مو مسوين لايك وسبسكرايب؟ جابوها سؤال بالتعليقات. سؤال من كاميسان، اجيت من ستوري انستا تأخرت. نوم تأخرت 10 دقائق، هو الطلب بس عشان الفيديو أسئلة. أوكي، هل من الممكن بالأيام الجاية تعمل سلسلة تعليم رسم الأنمي وضعيات الجسم بسلسلة غير متناهية؟ بسلسلة غير متناهية؟ علامة السؤال عشان يكمل السؤال. الأنميشن حلو، شكرا. زي ما قلت قبل، صعب أشرح لكم الرسم وأنا أصلا ما أعرف أساسيات الرسم. يمكن يبدو لكم أني أعرف أساسيات الرسم، بتقولون هنادي تسهبين تعرفين ترسمين ذا تعرفين ترسمين ذا، أني أعرف أسوي الشيء غير أني أعرف أشرحه. لما احنا نفهم الدرس من المعلمه مو كلنا نقدر نصير معلمين، سو الوضع شويه معقد. اما سلسله شرح غير متناهيه فاتوقع ان احنا دخلنا شويه بنطاق الاحلام والتخيلات. للاسف ما اقدر اسوي سلسله غير متناهيه. سؤال اخر من وارث، اكثر مانجا من ناحيه الرسم الواقعي عجبتك؟ للاسف ما اقرا المانجات، سو ما عندي صراحه جواب لهذا السؤال. سؤال من رومين، ايش رايك بانمي جوجو؟ ما تابعت الانمي، سو ليس عندي جواب. سؤال من شيرو، من متى وانت ترسمين؟ انا كنت دائما اقول اني كنت ارسم من سنه 2017، بس الحقيقه انه هذا الوقت اللي بدات فيه ارسم بجديه وشريت تابلت، لكني كنت ارسم من يوم انا صغيره، او تقريبا من 2013 وانا كنت ارسم وكنت انزل انستغرام رسماتي، وحتى اللي يروح حسابي راح ينزل تحت راح يلاقي اني رجعت البوستات القديمه وحط رسماتي ل 2013 و2014 كلها موجوده، فبيكون كذا عندي تقريبا 7 إلى 8 سنوات رسم. سؤال من ارين، ايش الشيء اللي حمسك تسوين انيميشن او تتعلمينه؟ من يوم انا صغيره وانا اشوف شخصيات الكرتون كنت اتحمس واتمنى لو يمديني ارسم شخصيه واحركها زي ما ابي واعبر فيها بالاشياء اللي ابيها، وانا شخص يعني احب يعبر المشاعر، احب اي شيء له علاقه بالمشاعر واحب الكلام العميق، فالرسم يعطي فرصه انه اعبر على هذه الاشياء اللي ما تنوصف احيانا بالكلمات، فهذا الشيء اللي يحمسني، احب اعبر عن فكره واحس انه في احساس بالرسمه او الانيميشن. سؤال من اريام، كيف كان رسمك قبل وهل الناس كانت تتنمر على رسمك؟ هذا كان رسمي قبل، احاول اجيب كم صوره قديمه يمديكم توقفوا الصب وينو تضحكون تعلقون، صراحة عادي إن هذا رسمي قديم. هل كانت الناس تتنمر على رسمك؟ كانت وأنا صغيرة، وكانت بعد أختي الصغيرة أصغر من هي الحين، كنت كل ما أوريها رسمة تتريق على رسماتي. وكان وقتها وأنا صغيرة كان يحطمني وأزعل، بس بعدين يعني لما كبرت خلاص يعني عرفت إنه كل واحد يشوف الرسم بطريقة مختلفة. بس أفتكر بعد موقف مرة كان قاهرني من واحدة من المدرسة، هذا كان بأول سنة بالثانوي، كنت مرة أرسم رسمات وكنت مرة فرحانة ومبسوطة فيها، فجت هذه البنت وكنت أعتبرها صديقتي يعني، فقالت لي هنادي تصدقين رسمك مرة حلو، يمكن يبغالك تبيعي له، أو يعني زي اللي تقول لي إنه أحس رسمك يسوى فلوس، فقلت لها إيه تصدقين يمكن أبيع سكتشات بالمدرسة بريال أو ريالين كذا بس أجرب، بعدين طالعتني ورجعت طلعت صحبتي ثانية وقالت لي من الحين صدقت كلامي. وأنا كذا طالع ها اللي كانت تستهبل، حتى كانت تسلك لي وقدام عيني قالت كذا، يا إنه أنا وقتها حسيت أوتش يا أخي. الحين ما أدري كيف اللي ضحك إني قد إني سويت طلبات رسم وجبت فلوس وكل شيء نجح، سو loser eat it. So yeah، لهذيك البنت اللي قالت كذا ربي سامحك يعني صراحة أذيتيني وقتها، بس you know قدرت أجيب فلوس من الرسم. سو سؤال من ميرا 56، ليش دخلتي مجال اليوتيوب؟
دخلت مجال اليوتيوب لانه وانا صغيره صراحه تربيت على ماينكرافترز العرب حق اليوتيوب، على احمد اكس تي، فراس جيمر، عادل، السيرفر حق عادل بكبره، ايش كان بعد، كثير كثير يوتيوبرز عرب كنت اتابعهم وانا صغار، فمن انا اشوفهم يسوون محتوى تحمست اسوي زيهم صراحه، فهذا اللي دخلني على المجال. نزل انيميشن، ايش الشيء اللي حفزك حتى تبداي هالمجال؟ نفس السؤال اللي قبل. The Pledge Doctor، شو اسمك او اي بي حق في جنشن؟ لا تقدرين، اريد احطك صديق. تقصدون اي دي، الاي بي هذا شيء ثاني. الاي دي حقي حق جنشن انا بالعنية مغطيته بالبثوث لسببين. اول حاجة لانه في ناس يشترون كريستالات وثم يسحبون هذه الكريستالات فيصير عند الكريستالات بالسالب، فيمكن يجيني باند من هذا الشيء. وبعد ما احب الاضافات الغريبة لاني اول حاجة ما العب انا هذه اللعبة بالكواب، ما العب مع اي احد في الملتي بلاير، سو ما في داعي اضيف اي احد، وما احب اضيف غير الناس اللي اعرفهم قريبين مني اصدقائي، سو صار هالشيء ما اقبل اي اضافات في جنشن. سؤال من روان زهري او زهاري، ماني متاكده. عود، ليش رسمك حلو؟ والله لان انت حلوه، عيونك حلوه وجبنا رسمي حلو. سؤال من ناروتو نمبر 1، هلا ناروتو نمبر 1، فين ناروتو نمبر 2؟ من وين وكيف تستلهمين افكار الرسم؟ استلهم افكار الرسم من الرسامين اللي احبهم، من الكراتين اللي احبها، من الالعاب اللي احبها، من الاغاني اللي احبها، من الالوان اللي احبها، من الحيوانات اللي احبها، من الاشخاص اللي احبهم، من كل شيء، من كل شيء استلهم الرسم. سؤال من فيو فيبي، اتوقع كذا تنقري. اعطينا تفصيل بسيط عن المشاكل اللي كانت تعيقك وجيب الاحباط لك بوقت تعلمك الرسم، اعطينا كم نصيحه اكتشفتيها قريب. اشياء كانت تعيقني بالرسم، كانت يعيقني جدا المقارنه، كنت اقارن نفسي حتى باصدقائي للاسف، فكنت اشوف صحباتي يتطورون يتحسنون وكنت اغار منهم هالشيء، كان يحطمني ويحس انه خلاص هم يعني ضبطوا هذه الرسمه ولا ضبطوا هذا الشيء، ليش اسوي مثلهم؟ وبعد لما كنت ابي اسوي انيميشن اروح ابحث عن نفس الفكره، واذا شفت احد سوى شيء مقارب منها اقول خلاص ليش اسوي انيميشن، احد سواها. هذا كان غلط مره كبير، لانه انا مهما كانت الفكره مقاربه لاحد المفروض انجزها واسويها حتى لو ايش يعني عادي بطريقتي الخاصه، فالمقارنه مره كانت عندي شيء كبير. غير كذا التحطيم، يوم اوري مثلا احد احبه وما يعطيني الرياكشن اللي توقعته، او بعد يعطيني اسوء من كذا تحطيم، او يضحك على الرسمه، او مثلا ما يعطيها اي مدح وبس يعطيها انتقادات قاسيه، لانه في فرق بين الانتقاد البناء والانتقاد المحطم، فهذا شيء كان يحطمني كمان. فعرفت مين الناس اللي اسالهم واوريهم، الناس اللي ما ارجع اوريهم ابدا لانه بس راح يسوي لي تحطيم وما تفيدني صراحتهم الزايده. اشياء تعلمتها، لا تتوقعون اي شخص قريب منكم يشجعكم، حتى لو كان الاهل، حتى لو كان الاصدقاء، حتى لو كان الاحباء لكم، مو شرط انه عشانهم قريبين يعني يشجعونكم بالاشياء اللي تحبونها، يمكن هو رايهم مختلف، مو شرط انه رايهم غلط، بس نقول انه ما يفهمون بهذا الشيء، فما باختصار ممكن يكون رايهم مختلف، نظرتهم مختلفه، اهتماماتهم مختلفه، فما يحبون هالشيء، فكلامهم او رايهم انه ما يعجبهم اللي تسوونه مو يعني انه اللي تسوونه مو حلو، هو فقط مجرد اختلاف رأي. فاعرفوا انه اهاليكم او اقربائكم اذا ما شجعوكم على الشيء اللي تحبونه مو ان الشيء اللي تحبونه سيء او غلط او فشلتوا فيه، باختصار اختلاف رأي. سؤال من، اللهم صلي على محمد وآل محمد، ليش انا احبك؟ عشانك حلوة. سؤال من فارس ساد، هل الفأر يلاحق القطة؟ احيانا. هل الكلب يقول مياو؟ ربما. هل القطة تقول عو؟ يس. هل الجنجن؟ يس. هل الفضائيين بشر؟ نو. هل الكرة مسطحة؟ يس. هل الذبابة دبابة؟ يس. هل العصفور فراشة؟ يس. هل الفراشة عصفور؟ نو. هل الأنمي كرتون؟ يس. هل اسمي فارس؟ نو. هل النور نور؟ نو. هل النور نور؟ نو. هل الطمام دم؟ يس. وهل الدم طماطم؟ نو. هل المدرسة مفيدة؟ يساوي لا. أوكي يعني هذا مو سؤالي. زاد أمزح، هل نحن في دوامة ما نطلع فيها إلى يوم القيامة؟ يس. شكرا. سؤال من silent underscore sp، كم لك سنة ترسمي؟ جاوبت عليه سابقا. وهل كانت بدايتك في الرسم صعبة؟ يس، كانت بدايتي في الرسم صعبة، وكنت أقارن نفسي وكنت أتحطم وكنت ما أعرف أرسم ولا شيء. وهل تعرفي ترسمي واقعي؟ نوب. هل تفكر إنك تسوي مانجا في المستقبل؟ نو. هل الأنيميشن متعب؟ هو نوعا ما متعب بسبب إنه يطول، يعني ما يديني أخلص أنيميشن 20 ثانية إلا بأسبوع زي ما شفته، حتى ما كانت الفريمات كثيرة وكانت ويننج وأخذ مني أسبوع، سو تخيلوا لو سويت مثلا أنيميشن 5 دقائق هاخذ مني يمكن شهر، سو يس الأنيميشن نوعا ما متعب لكنه ممتع. هل تقدر تغير ستايلك في الرسم اذا ما عجبك؟ يس، اقدر اغير ستايلي لكن بطريقه بطيئه او متدرجه، ما اقدر يعني فجاه ارسم انمي، فجاه ارسم كرتوني، فجاه ارسم واقعي، لا لا حبه اغير رسمي اذا ما عجبني، اغير شيء اللي ما يعجبني، لانه دائما شيء واحد يتغير رايي عليه، مو كل شيء مره واحده. هذا الرسم موهبه او ممارسه؟ الرسم ممارسه. وهنا السؤال اللي عجبني، ليش الموهوب يتعلم اسرع من غيره؟ خلونا نعطيكم تعريف الموهبه. الموهبه على حسب التعريف اللي اتذكره انه هو قدره الشخص على انجاز عمل معين في وقت اقل وجهد اقل، وركزوا على هذه النقطة، في وقت أقل وجهد أقل، هذا يعني أنه الشخص الطبيعي يقدر يسوي نفس الحاجة لكن بوقت أكثر وجهد أكثر، فهذا ما يعني أنه الموهوب عنده
يعني قوة ربانية وإلهية جت معه يعني من يوم من ولد وطلع من بطن أمه، فهو زي أي شخص ثاني، لكن سبحان الله أنه هو جاء حظه أنه انولد مع موهبة أنه يقدر يتعلم هذا الشيء بسرعة كثيرة. هل يمكن للشخص العادي أن يصل لمستوى الموهوب بتدريب؟ نوعا ما، يعني أي شخص موهوب أي شخص متدرب يقدرون يصلوا لنفس المستوى، لكن لأن الموهوب موهوب فدائما راح يكون عنده أفكار جديدة أو طرق جديدة للتعبير، فيمكن راح يعني يكون دائما يتغلب على اللي يمارس وما عنده موهبة، لكن هذا ما يعني أنه اللي ما هو موهوب ما يقدر يعني يستغل هالشيء أو يتطور فيه أو يطلع نتائج، فعادي هو يمكن عنده موهبة بهذا الشغل لكن ما عنده موهبة بالاستفادة من هذا الشيء، فعادي يعني مو شرط يكون شخص موهوب عشان ينجح. انتم دائما تقولون انه ما في اي احد طلع من بطن امه رسام واجل الموهوب ايش؟ يس الموهوب موهوب مو رسام، ما حد يطلع من بطن امه ما يعرف يرسم لكن الموهبة تخليه يتعلم اسرع، فنفس الجمله هذه صحيحه ما فيها اي غلط، حد يطلع من بطن امه رسام طبيعي. هنادي ايش اسمك صراحه نسيت. سؤال من حامد الشريف، ان شاء الله قريت اسم صح. اي تطبيق تستخدم منها لصانع الانيميشن؟ دائما راح احط تطبيقات لاستعملها بالديسكربشن لكن بحطها مره ثانيه على الشاشه. سؤال من جامبري جامبري سينباي، علميني كيف نرسم زي سارك اللي مره خقت عليه. ثانك يو انت الخقه. على سافة شرح الرسومات زي ما قلت من قبل ما عندي أساسيات فصعب أشرح لكم، لكن إذا أشرح لكم الأشياء بستايلي فيمكن أحيانا أسوي شروحات بسيطة لرسم الأشياء بالطريقة اللي أنا أرسمها لعل وعسى، بس بتكون يعني فيديوهات قصيرة يمكن ما تتعدى 5 دقائق، بس أشرح شيء واحد وأتركه عشان ما أطول. سؤال من أحب متابعيني مالك دخل أوفو لعيون لما. أوكي اسمك شنو؟ جاوبت عليه. عمرك؟ جاوبت عليه. أنت من وين؟ سعودية. عندك خوات؟ يس. سؤال من أربو، ليش رسمك كيوت؟ عشان عيونكم كيوتة. وش هدفك بالقناة؟ رمت عوال إفادة. سؤال من ليلى، أحلى الانيميشن ميم شفتها بحياتي، شكرا. كنت أبي أعرف المصادر اللي تعلمت منها الانيميشن. اليوتيوب ثم اليوتيوب ثم اليوتيوب، بصراحة ما عندي مصدر آخر. سؤال من اكس اكس، ايش اسم اسلوبك بالرسم؟ صراحة يمكن اسميه ما بين الانمي والكرتون لكن مائل للكرتون اكثر، او ستايل يعني بسيط فقط ما في اسم معين للستايل. انا مشكلتي بالرسم العيون والشعر ما اعرف ارسمهم فابغى توتوريال. اول حاجه الرسم بالعيون، لما تبدؤون بالعيون لا ترسمون عين واحده كامله وتخلصونها، ارسموا العين شوي شوي، ترسمون حاجه بيمين ارسموا حاجه بيسار، ترسمون بؤبؤ يمين ارسموا بؤبؤ يسار، ترسمون تجعد يمين ارسموا تجعد يسار، لا تخلصون العين الكامله بجهه واحده بعدين تكررونها 100% ما راح يطلعون زي بعض الا اذا كنت انت شخص يعني مختم الرسم. عشان ترسم الشعر لازم ترسم الاساس، لازم ترسم الراس، ترسم حدود الجبهه، ولازم الشعر يكون بارز شوي عن الرأس، ما يكون ملتصق، ما يكون مرة بارز، فيكون لها منطقة بالوسط. الشعر له طريقة انسيابية على حسب الستايل، في ستايلات الشعر طاير بالهواء ولا لها أي منطق، في ستايلات الشعر طايح ويتبع كل مناطق الإنسان والواقعية، فهنا عندكم شيء مفتوح للستايلات. سؤال من هيكابو 12، من متى بدأت الرسم الرقمي؟ أوكي الرسم الرقمي بدأت من 2017 وتقريبا 4 سنوات ونصف. الحين تفكرين تسوي قصة أنيميشن يعني زي الأنمي؟ نو ما في حاليا أي فكرة عندي. ليش أنا أروع شخص في حياتي؟ I don't know. وبس شكرا بمتابعينك هيكابو. الاسم كيوت. Thank you. سؤال من أوليفر دايف، في قنوات أنيميشن ورسم هل فكرة يوم تسوين تعاون معاهم تنتجون محتوى أنيميشن راح يكون شيء جبار؟ بصراحة سالفة الاشتراك مع أي قنوات ثانية بمحتوى جاد هذه سالفة بعيدة جدا عني، بسبب أني ما أرتاح أشتغل شغل جماعي. الشيء المشترك الوحيد أسويه تكون أنيميشنات قصيرة زي أنيميشن ميمز، أو يمكن أنيميشن أدعو فيه أصدقائي أو خاص أعرفهم عشان يشاركون بصوتهم، لكن يسوي محتوى مشترك يعني انه في عمل جماعي بالموضوع مو بس ضيوف. هذا تقريبا يعني نسبه مره نادره ومره قليل، يمكن حتى ما اسوي ابدا اللي ما احب العمل الجماعي. سؤال من جلاسير العشوائي راندوم جليسر، ليش انت هي انت مو هذيك انت اللي تكون احيانا انت اللي هناك مو لي هنا بس انت كنت دي طول الوقت؟ الجواب انه انا هي انا لما كنت انا في هذاك اليوم، عشان كنت انا هناك فانت كنت هناك وانا كنت هناك وكلنا كنا هناك. سؤال من لمار اسيري، ليش انت قمر عشان انت شمس؟ وايش هدفك في اليوتيوب؟ انا متعب الافاده. سؤال من الأميرة آيكو، اسمك؟ جاوبت. من وين؟ جاوبت. كم عمرك؟ جاوبت. ايش أكلتك المفضلة؟ اي شيء مالح. هل انتي تاكو؟ يس لكن ما احب اسمي نفسي تاكو. هل لديك اخوان واخوات؟ عندي فقط اخوات. سؤال من الارنوبة واضحة، هل فكرتي تسوي انيميشن قصير يعني لو قصة الواحدة بشخصياتك يعني مثلا تيكيو ما يكون انيميشن ميم؟ صراحة ودي اسوي شيء عن تيكيو، ودي اطلع لها قصة لكن الافكار ناشفة وانا احب اطلع الافكار من نفسي، بيطلع الافكار يعني انا ترضيني، يعني يمكن اكثر من شخص اقترح لي اشياء لكن ما عجبتني على المدى الطويل، وانها افكار حلوه بس ما احسها افكاري، فلما اطلع لها فكره حلوه يمكن اسوي لها شيء، لكن الغالب انه ما راح يطلع لها حاجه جاده سو لا تنتظروا منها حاجه. الشيء الوحيد اللي يمكن اسوي انيميشنات بشخصياتي له انيميشن ميمز عشان يكون سهل عندي اوصف شيء مختصر عن الشخصيه بالاغنيه، فهذا يمكن يكون احتماله اكبر لكن لسه قليل. سؤال من شوتشو، هل تتابعين كي بوب ومن؟ نوب ما تبع كي بوب، لكن اسمع بعض الاغاني، اغانيهم حلوه صراحه. لونك المفضل احمر ولا الدافئ؟ تكرهين شخص؟ يس للأسف عندي شخص واحد أكرهه. love you too.
سؤال آخر من لانا 811. أحم شركتك اللي مرة مرة تحبينها؟ لو أكلة واحدة مرة مرة أحبها صراحة أحب البرجر. أندومي؟ لا بس بالأندومي. وإذا أندومي إيش نوعه؟ يعني أبيض ولا أصفر ولا كذا؟ لو أندومي أحب الأندومي الأصفر الطبيعي. أكثر من سؤال من روزي تشان. السؤال الأول هي وش تحبين دولة تبغين تسافرين لها؟ دولة أبي أسافرها صراحة أنا شخص ما يحب السفر، أنا إنسانة بيتوتية جدا. لو دولة بسافرها بتكون أي دولة صديقاتي عايشين فيها عشان أروح أقابلهم أعطيهم هقات، هذا عندي شيء الوحيد. سؤال ثاني، هل عمرك ضربتي واحد بنت أو ولد بدون سبب؟ ما قد ضربت أحد بدون سبب، لكن قد أعطيت واحدة في المدرسة كف عشانها كانت قاعدة تطفشني كل شوية. So yes. أتمنى لو إني أعطيت كفات أكثر بحياتي. سؤال ثالث، وش هو حيوان تخافين منه؟ صراحة أخاف من الحشرات خوف لا إرادي للأسف، خاصة الحشرات اللي تطير. يعني أتمنى لو إني ما أخاف منهم، حاولت أقوي نفسي لكن مهما سويت أخاف منهم، بس يعني أدبر حالي وأقتلهم ولا أكنس بمكنسة أسويها. سؤال رابع، وش تبغين حيوانك تكون موجود في بيتك؟ أتوقع قاعدين وش حيوان اللي يبي يكون في بيتي. السؤال كان شوي مخبص. أتمنى يكون عندي قطة لكن ما عندي الإمكانيات إني أعتني فيها، سو للأسف ما راح يكون عندي قطة إلا يمكن في مستقبل من يدري. أنا طبعا قطة مثلي أو ببغاء كراون اللي عنده خدود أحمر، أتوقع عرفته مرة كيوت. سؤال من حمادة الصالح، أتوقع كذا الاسم صح، هل تحب قصص الرعب أو الجرائم؟ قصص الرعب لا بأس فيها، أنا ما أقرأ قصص صراحة لكن ما مانع الرعب، بس أكره الفجعات. يعني لو أقرأ قصة هي مرعبة أوكي، بس لو أنا ألعب لعبة مرعبة مستحيل. الجرائم بعد مش أنا بس ما تبعت كثير. سؤال من تي زي ال، كان عندي قناة قبل هذه يس، هل تواجهين صعوبة في صنع فيديوهات؟ وإذا إيه في إيش السبب؟ أواجه صعوبة في أكثر من شيء بأكثر من وقت مختلف، أحيانا أواجه صعوبة في فكرة، أحيانا أواجه صعوبة في الإنتاج، أحيانا أواجه صعوبة في تسجيل الصوت، أحيانا أواجه صعوبة في الاستمرار، يعني يمكن أكون خلصت نص الفيديو أو ربع الفيديو ومني قادرة أكمل النص الثاني، أحيانا أتكاسل وأسلك بالنص الآخر، بعد بعض المشاكل أواجهها. شو النصائح اللي تقدمينها الناس اللي تفتح قناة؟ افتحوا القناة بالبداية بدون أي توقعات مرتفعة. لا تكونوا الناس النوع اللي يشحذون الاشتراكات، اعطوني لايك اعطوني دعم، مين ينشر لي مين ينشر لي، لا تتوقع شيء من الاخرين، شيء مو حلو ابدا. حاول يعني تشجع نفسك بنفسك واللي ينشر لك ينشرك من نفسه، لا تقعد تطلب نشر من كل شخص ومن كل راح وجاء. حاول تاخذ كل شيء متعة وسلاسة، لا تحط ضغط كثير لانه لو حط الضغط راح تكرهه ما راح يعجبك تكمل. هل يأثر عليك التفاعل وتفكر انك تعتذري او عادي؟ صراحة التفاعل زمان كان يأثر علي، وخلال فترة طويلة كنت اشوف انه ما في تفاعل فكنت اشوف ما في هدف اني انزل، بس حاليا صراحة ما اهتم لو في تفاعل او ما في تفاعل، اهم شيء انه عندي في مثلا 3 إلى 5 تعليقات صراحة وهذا كافيني بزيادة. ما يهمني اللايكات، ما يهمني المشاهدات، بغض النظر انه في احد شاف اللي سويته واستانس عليه او استفاد، خاصة اللي يستفيد وهذا كفاية عندي. لو كان عندك فلوس كثير تبين تسوين عمل خير ايش بيكون؟ لو كان عندي فلوس كثيرة وبسوي عمل خيري صراحة ودي أسوي عمل خيري بالجيل الجديد أو الجيل الحالي الصغار، ودي أسوي حاجة تعدل النفسيات لأنه أحس هذا الجيل النفسية فيها مرة خربانة، ويعني أنا واحدة فيهم النفسية ما هي تمام، سو ودي أصلح شيء بالنفسيات، فودي أصلح نفسيات العالم وخاصة الناس اللي مرة متأثرين ومتضايقين وما عندهم الإمكانية مثلاً إنه يكلمون أحد أو يروحوا لطبيب نفسي، أو ممكن ما يرتاحوا لطبيب نفسي ممكن يثق بشخص غريب، فودي أحل هذه المشكلة. من أنا أتمنى أحد حل لي إياها. شو رأيك بالناس اللي تعتذر بسبب التفاعل؟ صراحة على حسب، إذا هذا الشخص يحتاج التفاعل يعني لأنه قاعد يأخذ مكسب، يعني إذا شخص هذا جاد مثلا شخص عنده مثلا أنا إنه 50,000 100,000 واليوتيوب معتمد عليه كشغل ويعتذر عشان ما هذا اليوتيوب ما قاعد يطلع له فلوس كافية، فأنا أتفق معاه 100%. لكن إذا هذا الشخص قاعد ينزل المتعة ما في أي مدخل وقاعد يسعى عشان التفاعل، هنا أحس إنه هو قاعد يسوي هذا الشيء عشان الأتنشن أو عشان التفاعل أكثر من هو عشان مستانس. فقول صراحة إنه حتى هو برضو يعتذر إنه هو قاعد يستانس بس يبغى تفاعل، فالموضوع ما راح يكمل معاه. أو هذا وجهة نظري باختصار، مو شرط إنه أكون يعني صح، بس أتمنى تطلع زلتي أحبك. I love you too. سؤال من جوست، كم عمرك؟ جاوبت عليه. أنت شبح؟ يس. وش الفيلم اللي تحبينه؟ صراحة دائما أحب أشوف الأفلام الخيالية أو المرسومة، يا أما أفلام أنمي، أفلام ديزني، أفلام كرتون. من سبب المستحيلات تشوفوني أشوف شيء لايف أكشن أو اللي هو تمثيل واقعي من بشر، إلا إذا أحد أحبه اقترح لي إياه أو إني قاعد أشوفه مع أهلي أو مع أحد ثاني. ما أحب التمثيل الواقعي جدا، ما أحبه، لكن ما يعني إني ما أستمتع فيه. كثير أفلام تابعتها واقعية ومرة استأنست عليها، لكن يعجبني الخيال عشان كذا أحب أشوف كل شيء مرسوم عشان يضبط أكثر على الجو. سؤال من كالي، كم عمرك؟ جاوبت. هل مرة عملتي مصيبة وكذبتي؟ الفيديو حقي اللي أخطر شي سويته هو من المصايب اللي سويتها وكنت مخبيتها عن الأهل لين سورتهم الفيديو، وصراحة ما عطوا أي اهتمام. اسمك الحقيقي؟ اسمي الحقيقي هو. كم عندك أخوان وأخوات؟ كم عمارهم؟ أوكي عندي 4 أخوات يعني يصير 5، لكن عمارهم too much information ما تحتاجون هذه المعلومات.
كيف تعلمت الرسم وايش تنصحين المبتدئين؟ من اليوتيوب الشروحات وجوجل ايش تنصح المبتدئين يسوون نفس الشيء، ابحثوا عن اي شيء تبغون ترسمونه وارسموا باي طريقه تبغونها، ما في اي حدود للرسم او قوانين، خاصه اذا كنت تاخذ الرسم كمتعه ما في اي شيء يوقفك، ترسم باي طريقه غريبه مضحكه اي شيء اي شيء حرفيا، خذ راحتكم يعني ترى الرسم ما له قوانين. سؤال من شقشوق الفضائي، عندي لك سؤال، ليش البنات احيانا يبالغوا من المدحين؟ ليش التملق ذا وبس؟ صراحه بكوني بنت انا واحده برضو احب امدح كثير مع البنات، السبب بالنسبه لي اني صراحه لما امدح واقول هالكلام انا اقصده، والقصد مو تملق او مثلا انه اعطيني شيء او مصلحه، احيانا من جد انا بس شايفه هذا الشيء عجبني وابي اعبر عنه، واحنا البنات نحب نعبر احيانا بكلمات وتعابير مبالغه وقويه. سؤال من فاطمه، بما انك ستريمر رهيبه شكرا، ايش نصايحك للستريمر الجدد والمبتدئين خصوصا الرسامين مثلك؟ صراحه ما ادري ايش اقول نصايح للستريمر لانه ممكن تشوفوني ستريمر رهيب مع انه صراحه ستريماتي جدا طبيعيه وعفويه وما فيها اي شيء بروفيشنال بالنسبه لي، يعني انا اشوف انه بس في خانه تعليقات وشخصيتي ترقص لما اتكلم وبس. فصراحه ما عندي مره نصايح معينه غير اقول انه سووا اللي يعجبكم واللي يحب يتابع يتابع، صراحه ما عندي كثير نصايح للاسف، ما عندي افكار، ما عندي خبره كبيره بمجال الستريم. سؤال زوي، متى انت ترسمين؟ جاوبت على سابقا، وش السيارات اللي تعرفين ترسميها؟ بحط لكم بشاشة أكثر من رسمة حسيت إنه فيها ستايل معين أو مميز، سو هذا الستايل اللي أعرف أرسم فيها، بس مو شرط إني أعرف يعني إنه أرسم مثلا هذا الستايل بكل الوضعيات، في سيارات معينة صعب علي أرسم بأكثر مواضيع. سؤال من رقية، هل سبق لك وأن بكيتي على شيء تافه؟ يس يس أند يس، أنا إنسان أعتبر نفسي جيشة مشاعر أو حساسة، ليس بمعنى إنه دراما أو مبالغة، لكن مشاعري قوية جدا وتعبيرها جدا قوي أكثر من الشخص الطبيعي بالنسبة لي. إنه لاحظت إنه أتأثر من أشياء اللي حولي ما يتأثرون منها، فعشان كذا أقول أكثر من طبيعي. فايس قد بكيت على أشياء تافهة وعادي يعني بكيتها وتعديتها ما توقفني. أدري ما بتطلعيني أصلا عادي. طلعتك. أوكي وكذا أكون نهاية كل الأسئلة. Oh my god. شكرا لأسئلتكم ومشاركتكم جميعا. مرة استمتعت وأنا أسوي هذا المقطع. إن شاء الله عجبكم الفيديو، وللناس اللي تابعوا المقطع لمن النهاية أنا أحبكم صراحة شكرا، يعني ما أتوقع أنه كثير ناس راح يتابعون لنا النهاية، لكن بيكون شيء أقدره لأني اشتغلت هالفيديو تقريبا حوالي 15 ساعة يمكن بالمجموع. وبس ترقبوني يمكن أرجع أسوي بث بعد أسبوعين لأنه عندي اختبارات نهائية، لأنه الجامعة حقتي نظامها الترمين وأنا ما خلصت الترم الأول، سو لسه ما راح أقدر أتفاعل. وبس شكرا للمتابعة، مع السلامة.